ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. هنحل بإذن الله صفحة 183 يونت 10 كتاب المعاصر تالتة اعدادي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. يلا بسم الله. Someone who studies planets and stars is called. يعني ايه الكلام؟ تعال نترجم الأول. شخص ما يدرس الايه؟ يدرس الكواكب والنجوم. هو مين اللي بيدرس الكواكب والنجوم؟ astronomer اللي هو ايه؟ اللي هو المنجم. تمام. مش استرونايت. استرونايت يعني رائد فضاء. هو رائد الفضاء ما بيدرس كواكب ولا نجوم. تمام. طيب A is a piece of equipment يعني قطعة من ايه؟ من معدات. You use to see things that A that are far away. بتستخدمها عشان تشوف الحاجات البعيدة. طبعا ده اسمه ايه؟ تلسكوب. تمام. طيب A أو N is a person who travels into space. لسه قايلين الكلام. الشخص اللي بيسافر الفضاء اسمه ايه؟ رائد فضاء اللي هو astronaut. طيب places on the A the map. مناطق في الايه؟ في الخريطة. seems to be near. تبدو ان هي قريبة. but they are really. لكن هي في الحقيقة remote. بعيدة جدا. يعني مثلا بنيجي بص على القاهرة ودمياط. وتحية لأهل القاهرة ودمياط الاتنين. بنلاقيهم انهم قريبين جدا. بينهم مسافة طويلة بس في الحقيقة بنلاقي مثلا 3 ساعات مسافة وهكذا. تمام. طيب تعالوا نكمل. To get the opposite of the word popular. Popular يعني ايه؟ يعني مشهور. طيب مضادها unpopular. تمام. طيب the suffix. suffix اللي هي شباب النهاية. النهاية اللي بنهي بيها الايه؟ الكلمة. تمام. طيب give the noun of collect. collect عايز اجيب منها ايه؟ noun. noun يعني اسم. يبقى كل ايه؟ collection مجموعة. تمام. طيب is the antonym of unknown. antonym اللي هو المضاد. unknown يعني ايه؟ غير معروف. يبقى مضاد غير معروف ايه؟ popular مشهور معروف. تمام. طيب مستر كمال retired. يعني ايه retired؟ يعني تقاعد. يعني ايه تقاعد؟ يعني ساب الشغل. طيب last year because of a old age. بسبب ايه؟ كبر السن. the verb retired means كلمة او فعل retired. فعل يتقاعد ده. لسه قايلينها stop working. بقولك الشخص ده تقاعد يبقى هو stop working. وقف العمل. تمام. طيب the moon moves around the earth. يعني ايه؟ القمر بيدور حول الايه؟ حول الارض. the phrasal verb move around. move around اللي هو ايه؟ orbits. orbits اللي هو ايه شباب؟ اللي هي يدور. move around يعني يتحرك حول اللي هي يدور. تمام. طيب تعالوا نكمل. our system includes the sun and 8 planets. ايه السيستم بتاعنا؟ نظام ايه؟ اسمه نظام الشمسي. يبقى اسمه solar system. اسمه ايه؟ solar system. يحتوي على sun الشمس and 8 planets وتمن كواكب. تمام. طيب yesterday dad bought a camera. يعني امبارح بابا اشترى كاميرا. with a very good. اشتراها بايه؟ lens. lens اللي هي ايه شباب؟ عدسة. يبقى كاميرا بلينس بعدسة. بقولك ايه؟ دي لابسة lenses يعني عدسات. يبقى ده الجمع. تمام. يبقى lens اللي هي عدسة. طيب a او an is a person who studies something carefully. شخص بيدرس حاجة بدقة. طيب player لاعب. actor ممثل. painter رسام. researcher باحث. هو الباحث هو اللي بيدرس حاجة بدقة. مقولك ايه؟ ده باحث في الكيمياء مثلا. يبقى هو بيدرس الكيمياء بدقة. بيعرف عنها ابحاث وهكذا. تمام. طيب the space is a large spacecraft where people live and work. طبعا اسمها ايه؟ space station. space station. تمام. طيب the force which attracts يعني القوة اللي ايه؟ attracts تجذب things or people to the center of the earth. يعني قوة بتجذب الناس او الاشياء الايه؟ لمركز الارض. اسمها الجرافيتي. الجرافيتي اللي هي ايه شباب؟ اللي هي الجاذبية. تمام. من غير الجاذبية دي كان فاتنا ايه؟ بنطير في السماء. طيب you can make the adverb. adverb اللي هو ايه؟ الظرف. from the adjective من الفعل successful by adding the a the suffix
طبعا هي اسمها successful، فانا عايزاها successfully، تمام؟ فهزود الواي. We add the suffix to get the noun from the A. The word Italy. Italy يا شباب اللي هي ايه؟ اللي هي ايطاليا، تمام؟ يبقى Italian هزود ايه؟ I-A-N. طيب I haven't been to the A. The club recently. The word recently. Recently هنا يعني حديثا، شيء جديد يعني، تمام؟ يبقى lately. Lately مؤخرا، حاجة حصلت برضو جديدة، تمام؟ نفس المعنى. يبقى replace دي هنا معناها ايه؟ نستبدل، تمام؟ طيب the manager has arranged، المانجر اللي هو المدير has arranged everything before the A meeting، رتب كل حاجة قبل الاجتماع. This mean it's that everything is، كل حاجة اترتبت، يبقى prepared، كل حاجة prepared، اترتبت، تمام؟ damage يعني اتدمرت، broken اتكسرت، lost خسرت يعني خسرناها، يبقى طبعا ايه؟ ما تنفعش غير دي. طيب in 1608 the telescope was invented. invented هنا يعني تم اختراعه، تمام؟ خلي بالكم لان ده مبني المجهول. that mean it was، ده يعني ان هو ايه؟ moved اتحرك، encourage اتشجع، ولا designed يعني ايه؟ designed يعني تم تصميمه، ولا showed طبعا هتبقى designed. اقول لك invented اخترعت حاجة، او designed حاجة صممت حاجة معينة، هي هي. طيب let's go on a boat اسمها ايه؟ boat trip، رحلة بالقارب اسمها boat trip. trip هي رحلة قصيرة، تمام؟ ده كده يا شباب التمارين بتاعت الدرس الاول. ربنا معكم بالتوفيق يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة، وبالتوفيق يا رب.